الخير بحلقتنا الأولى من برنامج سينما. أنا ندوة، برحب فيكم مشاهدينا بهالجولة السينمائية اللي رح نستعرض فيها آخر الأفلام اللي رح تنعرض بهالأثناء بصالة السينما. كمان رح نتطرق للأفلام اللي عم تنعرض بمسارح محدودة وأبرز العروض السينمائية اللي نزلت على DVDs وBlu-rays. ورح يكون لنا محطة مع الأفلام الأجنبية اللي تم إنتاجها داخل أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية، طبعاً من دون ما يفوتنا الحديث عن الأفلام الأكثر مبيعاً على شباك التذاكر. ومنختم جولتنا بأهم الأفلام اللي رح تكون بصالة السينما قريباً. Conviction، قصة حقيقية من بطولة هيلاري سوانك. تحكي القصة عن فتاة ما كملت تعليمها الثانوي وتركت المدرسة، لكن نتيجة لإدانة خيها بجريمة والحكم عليه لمدى الحياة بتقرر ترجع على المدرسة لتكمل تعليمها وتحصل على شهادة بالحقوق حتى تدافع عنه وتثبت براءته. جاكاس 3D دوكيومنتري وكوميدي من إخراج جيف تيرمان. بالجزء الثالث تم استعمال تقنية 3D للمرة الأولى. الفيلم من توزيع شركة Paramount Pictures وهو من بطولة جوني نوكسفيل. Red Adventure Comedy و Action Movie من بطولة Bruce Willis, Morgan Freeman و Helen Mirren. قصة هالفيلم بتدور حول 3 عملاء للCIA بيتحولوا بين يوم وليلة ليصيروا هن نفسهم هدف للCIA بسبب كل الأسرار يلي بيعرفوها. This place looks fantastic. كارلوس. الفيلم بيحكي عن حياة الثائر اليساري كارلوس المولود بفنزويلا والمعروف بمهاجمته للمقر الرئيسي لمنظمة الأوبك بفيينا عام 1975، واللي كان على قائمة أخطر المطلوبين الإرهابيين لمدة 20 سنة. جدير بالذكر أنه مدة هالفيلم هي 5 ساعات و25 دقيقة. داون تيرس. من بعد إطلاق سراح بيل وابنه من السجن، ما عاد الابن يتحمل نصائح والده اللي كان يعتبر التزام الولد بالعائلة مش جدي لأنه ترك البيت مع امرأة حامل منه. How to Train Your Dragon. فيلم رسوم متحركة بيحكي عن مغامرة أبطال بتحلق على ارتفاع عالي بأرض بيكون فيها البشر والتنانين أعداء، وبتكون محاربة هالمخلوقات القاتلة هي الطريقة الوحيدة للحياة. البطل هو مراهق فايكينج بيتحدى التقاليد وبيتصادق مع تنين شرس، وهون تنقلب المقاييس وبيصير العدو هو بنفس الوقت الصديق. جونا هيكس هو البطل الأسطوري اللي بيحمل السلاح واللي بيقدر يلاحق أي أثر وأي شخص. ماضي العنيف بيلاحقه لما الجيش الأمريكي بيقدم له عرض ما بيقدر يرفضه، وهذا العرض هو حريته، لكن الثمن رح يتطلبه أنه يواجه عدو قديم وإرهابي خطير. Don't do this. Leaves of Grass هي كوميديا سوداء تحكي عن 2 متشابهين كلياً، أحدهم بروفيسور جامعي والتاني مجرم بيتعاطى المخدرات. بينقتل الخي المجرم خلال تجارته للمخدرات، وبيوصل الخبر مبالغ فيه جداً لخيه البروفيسور اللي بيقرر إنه يروح يتابع ويتحرى عن تفاصيل الجريمة، وهون بيلاقي حاله بعالم المخدرات والمخاطر. Your choice is to expand your business. I am love. عائلة ثرية بيفاجئ فيها الجد الجميع لما بيقسم ثروته بين ابنه وحفيده، وهون بيلاقي الحفيد فرصته ليحقق حلمه بامتلاك مطعم مع صديقه أنطونيو. المفاجأة بالفيلم إنه زوجة الابن هي مهاجرة روسية بتنغرم بأنطونيو، وهون بيتغير مجرى أحداث الفيلم وبتحصل تغيرات كثيرة لهالعائلة. The Social Network وصلت نسبة مبيعاته ل 46 مليون و 69 ألف دولار، وعرض ب 2771 مسرح. I believe I deserve some recognition from this board.
Life as we know it. وصلت نسبة مبيعاته ل 46 مليون و 69 ألف دولار وعرض ب 3150 مسرح. You told me to stall it, so I gave her a little shove. I finally figured out why Peter and Allison picked us, and it's not because we knew them best. It's because you and me together, Sophie, somehow, we're a family. Secretariat. وصلت نسبة مبيعاته ل 12 مليون و 600 ألف دولار وعرض ب 3072 مسرح. How would you like to see a horse being born? Have you ever seen that? What? Colts stand up that fast. Well, Mr. Lauren, what do you think? I think he eats too much. Legend of the Guardians. وصلت نسبة مبيعاته ل 39 مليون 400 ألف دولار وعرض ب 3225 مسرح. I picture myself standing on a great cliff with the Guardians, ready for battle. Come on, I'll race you. My Soul to Take. وصلت نسبة مبيعاته ل 6 ملايين 919 ألف دولار وعرض ب 2572 مسرح. They found your chan in the river this morning. He's dead. Pray for our souls, Bug. He's coming. Hello? There's been no clue as to who this killer might be. If he was evil enough? The Town. وصلت نسبة مبيعاته ل 73 مليون 787 ألف دولار وعرض ب 2720 مسرح. I'm thinking about making a change. Making a change. Either you got heat or you don't. You used to hang around with Doug McCray a little bit, huh? How do you know Dougie? I work for the FBI. Wall Street, Money Never Sleeps. وصلت نسبة مبيعاته ل 43 مليون 667 ألف دولار وعرض ب 2829 مسرح. Gecko! My name is Jacob Moore. I'm going to marry your daughter. I've been around for my daughter hasn't spoken to me in years, and you know it. I never knew my dad as a peaceful person. That always scared me. Pleased to meet you! Easy A. وصلت نسبة مبيعاته ل 48 مليون 139 ألف دولار وعرض ب 2847 مسرح. I'm not proud of this. I wanna hold them like they do in Texas, please. No judgment, but you kind of look like a stripper. Mom. A high-end stripper for governors or athletes. Is she the one everyone's talking about? Yes. Case 39. وصلت نسبة مبيعاته ل 9 ملايين و 600 ألف دولار وعرض ب 2212 مسرح. People die around her. Not by her own hand, they just die. You again. وصلت نسبة مبيعاته ل 20 مليون 731 ألف دولار وعرض ب 2332 مسرح. You've got this whole good girl act down to a T. Oh, Kitty likes a scratch. Yeah. I'm gonna have to step it up, take it to a whole new level. This weekend is a disaster. The Taqwa Course. يوسف شاب باكستاني وتلميذ هندسي ببافلو نيويورك بينتقل مع مجموعة من الطلاب المسلمين للسكن خارج الحرم الجامعي. من خلاله مع هالمجموعة ببلش يتعرف على أجواء دينية مع أجواء فنية صاخبة، وهيك بيقطع بحالات غريبة بيشوف فيها بيته أقرب إلى مسجد بالنهار وملهى بالليل، وهيدا الشيء بخليه يفكر أكثر بمعنى الإيمان بحياته. Paranormal Activity 2. من جديد Paramount Pictures عم تقدم لنا قصة مشوقة عن الأماكن المسكونة، وعم بيكون الإخراج ناجح جدا بتقديم القدرات غير الطبيعية من إخراج كيب ويليامز والنص لمايكل بيري. Hereafter. بيحكي هالفيلم قصة ثلاث أشخاص بيتأثروا بالموت بطرق مختلفة: جورج أمريكي أبيض،
ماري صحفية فرنسية وماركس طالب بريطاني بيفقد شخص مقرب جداً له وبيبلش يبحث عن أجوبة. اللي بيجمع هالثلاث أشخاص هو تجربتهم الغريبة مع الموت وبحثهم عن الحقيقة. The Company Man. بوبي واكر رجل بيعيش الحلم الأمريكي، وظيفة ممتازة، عائلة رائعة واستقرار، لكن هالاستقرار ما بيدوم لوقت طويل وبيلاقي حاله عم يبحث مرة تانية عن عمل هو واثنين من زملائه. وبشكل درامي كوميدي منشوف هالثلاث رجال عم بيعيدوا النظر من جديد بحياتهم كأزواج كأباء وكموظفين. Up, let's go. This is called the tiger. We do it when we need to get our energy up. Inhale. قصة هالفيلم عن مدعي عام بنته مريضة بحاجة لرئتين. بيسافر على المكسيك وهون بيعيش صراع ما بين إنقاذ حياة بنته أو مئات الأطفال اللي عم بتم قتلهم بهدف المتاجرة بأعضائهم الداخلية. Here in Mexico, we live in a war zone. وبختام حلقتنا لليلة بودعكم مشاهدينا على أمل اللقاء الجمعة الجاية. استمتعت برفقتكم، أنا ندوة، انطروني بحلقة جديدة من سينما.